بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي تلاميذ الصف السادس الابتدائي، أقدم لكم اليوم حل كتاب الطالب مادة الحديث والسلوك الوحدة الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم مع ذوي رحمه. الدرس الخامس، هديه صلى الله عليه وسلم مع ذوي رحمه. فكر، ما صلة عبد الله بن جعفر رضي الله عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله بن جعفر هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم عم عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب. التقويم، السؤال الأول، أبين معنى صلة الرحم. صلة الرحم معناها هي الإحسان إلى الأقارب. صلة الرحم معناها هي الإحسان إلى الأقارب، والإحسان يكون بالزيارة والخدمة والتصدق وغيرها من نماذج صلة الرحم. السؤال الثاني، أبين وسائل صلة الرحم. من وسائل صلة الرحم الهدية وعيادة المريض والزيارة. الهدية وعيادة المريض والزيارة. السؤال الثالث، أكمل الفراغ فيما يلي بما يناسب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصل رحمه بعدة طرق، منها 1 احترام كبيرهم، 2 مشاركتهم أحزانهم. للمزيد من الدروس زوروا قناتنا على اليوتيوب EG Education، وليصلك كل جديد اضغط اشتراك على المربع الأحمر أسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.